قادر تحول الشيء السلبي لايجابي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. ازيك عامله ايه؟ منوره. تفضلي. اهلا وسهلا ساره. ازيك يا عمر؟ اهلا وسهلا. الله يسلمك. كيفك؟ اهلا وسهلا فيكي ساره. اهلا وسهلا. يسعد صباحك بالبدايه. كنا عم نحكي عن الحديث الايجابي بس انا عندي فضول اعرف موضوع معين، قد ايه مهم اختيار الالفاظ لما انت عم تحولي حديثك من سلبي لايجابي، اختيار الالفاظ اللي عم تحكيها سواء مع ذاتك او حتى بينك وبين الاشخاص؟ هو الاساس اصلا بيبدا مع ذاتي الاول. لو الحديث مع ذاتي ايجابي فهو يعني تلقائيا هيبقى كويس مع الناس. يعني حتى يعني اكتر ناس بتنقد هو اكتر ناس بتنقد نفسها. فانت مجرد ان انت هتبتدي تقدري نفسك اوتوماتيك اصلا هتبتدي تقدري الناس اللي حواليكي. نعم. فهحكي لكم طيب حاجه ليها علاقه بالموضوع ده. اتفضل. انا زمان اصلا كنت عندي حديث ذاتي سلبي. يعني انت مريتي بالتجربه دي؟ ما طبعا. انا هقول كمان احنا كلنا عندنا 80% من حديثنا لنفسنا سلبي. وهقول لكم ايه الاسباب اصلا ان الحديث اصلا سلبي. لما الواحد بيعرف ايه الاسباب هيبتدي يعرف بقى طب اعمل ايه بقى. عرفت طيب السبب اعمل ايه؟ طب ليه 80%؟ اول حاجه احنا واحنا صغيرين من سن واحد من سنه لسبع سنين بنعمل تسجيل، بنسجل كل حاجه بالذات بابانا ومامتنا بيقولوا لنا. فهم لو هم ما عندهمش ثقه بالنفس او بيقول انا على طول ايه ده انا بفشل على طول، ايه ده مش معايا فلوس كافيه، ايه ده، الشكوك اللي في نفسهم او قله ثقتهم بنفسهم للاسف احنا بناخدها. فعشان كده دي حاجه مهمه جدا للسن ده. فنبتدي ناخد معتقدات مش بتاعتنا اصلا. في الاصل ان احنا متولدين مفيش عندنا معتقدات، نتوارث المعتقدات دي. انا مفيش فلوس كافيه، مفيش، انا على طول بفشل، كل الحاجات دي بناخدها من المحيط اللي حوالينا. طيب فبيبتدي يتخزن في عقلنا اللاوعي الحديث بقى السلبي. طيب نرجع، طيب ده سبب من الاسباب. في سبب تاني برضو، العقل بتاعنا ليه تملي مش عاجبه حاجه. يعني اي حاجه نعملها سايب اليوم كله حلو جدا، ماسك في الشيء السيء او السلبي وعمال يفكر فيه. ده بيحصل عارفه كلنا امتى؟ قبل ما ننام. دايما تيجي لي كل مصايب اليوم كله قبل ما انام وافضل افكر ازاي انا عملت ده هنا، ازاي ده حصل، مش عارفه ايه. طب ما في حاجات كتير حلوه، في حاجات كتير حلوه عملتيها. لا هو سايب كل حاجه ومركز في الحاجه السيئه اللي حصلت او السلبيه اللي حصلت. طب هو ليه العقل بتاعنا بيبص للحاجه السلبيه بس؟ مظبوط. ايه الحكمه؟ عشان يحمينا. طب ازاي يحمينا؟ طيب تخيلوا كده العقل بتاعنا لو هو بيفكر بطريقه ايجابيه، كان زماننا دلوقتي لو قررنا ننط من البلكونه عقلك هيقول لك احنا انا ايجابي، فلما تنط سوبرمان هينقذك. الله يستر يسر الا البلكونه. ها ايوه نط على 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 يعني السرير احسن، خليك على السرير. لا هو بقى يتخيل لو هو ايجابي، كان زمانك دلوقتي بتنط انا ايجابي سوبرمان هينقذني، فاهم؟ بالظبط. فعشان كده يقول لك لا انت هتموت. فعشان كده بيفكر بطريقه سلبيه. اوكي مظبوط. فاحنا كده عرفنا اوكي عقلك بيحميك، بس ساعات بقى بيحميك في اوقات غير مناسبه. يعني انت دلوقتي عندك برزنتيشن مهمه قدام مجلس اداره او كده، بلاش تروح، ممكن تموت وممكن يضحكوا عليك وممكن لا كده انت ايه. انت كده بتضرني. ما هو ده الفكره، ان ايه في اوقات بقى هو بيحميك بس انت كده بتضرني مش بتحميني. فدلوقتي فهمت طيب ليه العقل بيبص بطريقه سلبيه على المواقف. طيب فمن هنا بقى انا لما انا اتعرضت الموقف اللي حصل لي بقى اللي خلاني استوعب موضوع الحديث الذاتي ده مهم ازاي، اتعرضت لنقد شديد جدا خلاني افقد ثقتي بنفسي، مع اني كنت واثقه من نفسي جدا، فجاه مفيش يعني. ف ودخلت اكتئاب كمان، يعني دخلت في مرحله اكتئاب. ومرحله الاكتئاب بيبقى فيها ايه؟ الحديث الذاتي بيبقى سلبي جدا جدا، حديث كامل سلبي كامل. ف عماله لا انت ما عندكيش المعلومات الكافيه، انت مش معاكي الامكانيات الكافيه، انت مش كافيه، انت على طول. ايوه هاي النقطه اللي الحين راح احكيها، ويمكن منا ونوار دعاء عملوا مثل ما عملت انا. اعطيكي مثال ساره، علبه الملح مثلا ممكن حدا يكون بياكل مثل ابوي مثلا بالبيت. امجد روح جيب الملح، انا متنرفز من شغله يعني علاقتي بالبيت ما لها دخل اصلا. أيوة. المشكله مش بالبيت، المشكله خارج البيت. أيوة. جيب علبه الملح مثلا. طيب اوكي انا ما بدي اجيبها، عقلي بيحكي لي انه انت بتنرفز ولا او وطلع يعني بدك تروح تجيب علبه الملح، فبتروحي على المطبخ تجيب علبه الملح
اوكي مش موجوده علبه الملح. بيرد الوالد علبة الملح موجودة بالمطبخ، ما هي موجودة بالمطبخ، وين موجودة؟ أيوة. فعقلك الباطن لسه بفسر إنه لا مش موجودة علبة الملح. الحين بيجي الوالد وبيفوت للمطبخ وبيطلع لك علبة الملح، وعلبة الملح بتكون قدامك. الاستفهام وين؟ الاستفهام إنه علبة الملح قدامك، صح. كيف ما شفتيها؟ هذا التفسير من العقل الباطن إنه أنت في رفض تام لشغلة اسمها ملح. فمشان هيك لا اراديا بفسر العقل حتى لو قدامك انت فعلا جليا شايفاها. ماما شاطره في ده. كل امهاتنا يعني مثلا ايه، روحي هاتي كذا من المكان الفلاني مش موجود، لا ما انا هقوم اجيبه لك. لو انا قمت وجبته شو بتعمل؟ ايوه صح، دي كلنا بيحصل من الموقف ده كلنا فعلا. زي ما قلتوا فعلا دي حقيقه، لما عقلك بيبقى سلبي حتى لو اي حاجه قدامك مش هتشوفها، فعلا انت خلاص مركز في حاجه ثانيه ومركز في حاجه ثانيه فعلا. فالمرحلة دي كانت مرحلة مهمة في حياتي، يعني أنا مش زعلانة إن هي عدت بيها، بالعكس هي دي لما عرفت خبرة أكيد. لما عرفت أدوات خلتني أخرج من المرحلة دي أساعد بيها الناس، وكمان ما بقيتش بقى إيه أي حد ينكرني إيه ده؟ لا مش كده، بقيت أي حد ينكرني ما بتهزش زي الأول اللي كنت دلوقتي بقيت إيه؟ بقيت طب ممكن اسمع، ممكن يفيدني في حاجه فعلا. يعني هو مثلا الشخص اللي بينكد ساعات بيقولها بطريقه وحشه، بس تعالي نسمع، طيب ممكن في حاجه فعلا هتطورني للاحسن، خلاص يبقى اسمع الحاجه دي. فايه بقى الطرق اللي انا اكتشفتها اللي تخليني اخرج من مرحله الحديث الذاتي؟ طيب اولا الحديث الذاتي بيأثر علينا في ايه؟ جسديا ونفسيا، اوكي السلبي تمام. فروحت قلت خلاص، ابتديت ادرس الموضوع اكتر، فاكتشفت ان اول حاجه لازم نعملها ان احنا نسامح نفسنا. ليه بقى؟ نسبه كبيره من الحديث الذاتي اللي داخلي، النقد الشديد، ايه انت فشلت المكان، فشلت في العلاقه دي، فشلت في الشغلانه دي، لا ايه الغلطه اللي انت عملتها دي خليتك ان انت تبوظ علاقتك مش عارفه مع مين، تقعد بقى تأنم ضميرك على طول. اكتشفت ان اسهل حاجه سامح نفسك. انا مش ولا بتسامح دلوقتي حد، انا بقول سامح نفسك، يعني ربنا بيسامح. ليه انت مش عايز تسامح نفسك؟ صح. فابتديت ايه اقول ساره انا مسامحاكي، وابتديت ايه اسامح نفسي على اي فشل او اي غلطه عملتها، وكمان بسامح نفسي في حاجه بقى احنا ساعات بنلوم نفسنا كتير، عماله تقولي اهداف عماله تكتبيها لغايه دلوقتي ما حققتيش حاجه، ده برده بيخليك ايه، انا لغايه دلوقتي عماله اكتبكت ومفيش حاجه اتحققت من اللي انا كاتبه. لا سامح نفسك برضو ان كل حاجه بتيجي في الوقت المناسب. فبقيت اسامح نفسي وبقيت اقدر نفسي، بقى انا فخوره بيك يا ساره عملتي كذا، وجيتي هنا، انا جيت هنا لوحدي هنا في البلد وشفت تحديات كتير صعبه الحمد لله عدتني وبقيت احسن. فلا فخوره بيك، ابتديت اشوف الحاجات الحلوه اللي عملتها، ما اكيد كلنا عملنا حاجات حلوه، ما نبقاش مركزين بس على الحاجه السلبيه اللي احنا غلطنا فيها وكده. فابتديت اقول كلام اسمه affirmations، كلام ذاتي يحفزني اكتر، انا استحق ان انا اكون سعيده، انا استحق، وهكذا. ايه اللي حصل بقى لما انا ابتديت اغير الحديث السلبي لايجابي؟ اولا الواحد الاول بيبقى متخوف من اراء الناس، ايه ده هيقولوا عليا ايه، طب مش عارفه ايه، طب ايه في ايه. لا ما بقتش اركز في ايه اراء الناس دي، هتخليك ايه متعطل كتير. لو انت قلقان الناس هتقول عليه ايه هتقعد قلقان للابد مش هتعمل حاجه. ساره في نقطه غصب عننا والله بنلجأ لها للاسف، وهم حتى عايزه زمايلي يشاركوني في الموضوع واعرف رايهم، انه احيانا المحيط اللي حواليكي بيشارك في الجريمه دي بشكل كبير. يعني انت لو في وسط مجتمع دعاء كله سلبي هتضطري غصب عنك تكوني سلبي وتتاثري فيه، وحتى لو كنت متصالحه مع نفسك بيجي مين يكسر مجاديفك ويحسسك انك انت كل اللي بتعمليه ما له قيمه. صح، دي حصلت لي كتير، في ناس كتير ما امنتش بيا، اترفضت في اشغله كتير، كنت كل ده انا بقول ايه، كنت عشان مؤمنه بنفسي، مش مهم الناس مؤمنه بيا ولا لا، المهم انا مؤمنه بنفسي بقدراتي. فكنت ايه اي حد يرفضني في وظيفه او كده اقول بكره هتشوف اللي رفضتها دي هتوصل لفين وهتندم. وبعد كده بقول الحمد لله ان هو رفضني اصلا، عشان بسبب رفضه خلاني اختار طريق تاني احسن من الطريق اللي انا كنت همشي بس فيه. ساره بتعرفي اذا كل الاشخاص بيكون عندهم هاي القناعه بنوصل لمرحله الكل عنده ثقه كامله بنجاحه، يمكن بدون سعي
مرات او بدون، لانه يمكن نحن مرات الاحباط بيعطينا مثل دفشه كمان لحتى نحن ننجح اكثر. بس نحن عم نحكي بشكل عام، لو حكينا شوي بشكل خاص وحكينا على موقف معين انت حصل لك بينك وبين اشخاص وانت متصالحه مع ذاتك، بس هدول الاشخاص يمكن سلبيين نوعا ما، كيف ممكن تحولي هذا الموقف لموقف ايجابي وتاخذي هذا الشخص السلبي لعندك لناحيتك انت؟ اولا انا مش باخد الموضوع بيرسونال، يعني ما باخدوش شخصي. الشخص زي ما قلت لك اللي بينقد انا بحسه بايه، بتعاطف معه اصلا. يا عيني انت بتنقد نفسك، فمش متضايقه منه اصلا، هو عنده مشكله مع نفسه. هو لو ما عندوش مشكله مع نفسه مش هيتعامل معايا كده على فكره. فعشان كده دي اول حاجه مش باخد الموضوع شخصيا تماما. وبعد كده ايه، حبي لذاتي معدي، ما بهزرش، بلاقي اللي حواليا بيبتدوا حتى ايه، بيبان، بيبقى في طاقه على فكره من جسمك بتطلع لما انت بتحبي نفسك، في طاقه معينه بتطلع من جسمك تخلي الناس فعلا ايه ده انا عايزه اتكلم مع شخص. إيه اقول لك سر، هذه الفتاه كده معديه السعاده، يعني هي بتيجي والله العظيم بجد بتيجي الصبح بقى غنى وتحب تبدا تدلع في نفسها. انا اعترف لك اعتراف، بس احيانا بتزعجنا منها ووطي الرد شويه، بس انا عايز اعترف لك اعتراف. لا لا بمزح معك طبعا. بدات اقلدك نوار والله العظيم بجد، بدات اقف على المرايه اقول جمالك ابوسني احبني في ايديكني ما شاء الله. يعني بتغني يا ساره، بتغني بتحسي انه يا اليسا او نانسي او نجوى كرم بتغني قدامي ما شاء الله. لا بس عايزه الصوت، لا انا عايزه امشي الاخلاق وثقك. صدقيني ما بدك اياها، صدقيني ما بدك اياها. بس فده يدل على ايه، ان الحديث بينعكس اللي جواكي. لو ايجابي بتخلي الناس كلها تدخل تحسي كده نورتي المكان والناس كلها مبسوطه ومبتسمه قوي. فاكتشفت اصلا كمان حاجه بالنسبه للسؤال ده، ان مفيش حاجه اسمها في الاصل محدش بيكره حد في الاصل خالص، محدش بيحب. بس اقول لك ايه اللي بيبدا الكره اصلا، دي بقى عشان نرجع ان الحديث الذاتي ده مهم جدا. اوكي مثلا هنتكلم واحده بتشتغل في مكان، اوكي نعم، فهي تكره نفسها وعماله تكلم حديث ذاتي سلبي. اوكي ففجاه ايه مديرها جه واتكلم معاها، هي بقى شايفه ايه مديرها، ايه لا مديري بيكرهني، بص بقى بيستقصدني، ايوه بيستقصدني، ايه ده ما بيحبنيش، حاطتني في راسه. ليه بقى؟ ما هو عندها الحق. من الاخر احنا بنشوف العالم الخارجي عن طريق العالم، لو العالم الداخلي بايظ خالص هتشوفي الدنيا سودا، فده بيكرهني بتاع. فانا ابتديت انا اللي خليني اخد بالي من الموضوع ده ايه، شخص جه يتكلم معايا عن ناس اعرفهم، قعد يتكلم عليهم وحش جدا، بيكرهوني وعايزين يستقصدوني وعايزين. فانا كنت مستغربه الناس دي يعني كويسين جدا يا جماعه، مفيش الكلام ده. فبعد كده اكتشفت ليه، عشان هو كاره نفسه من جوه، فشايف الناس كلها بتكرهه. بصي بقى يعني الموضوع طلع اكبر من ان انت مع نفسك، ده بيأثر مع علاقاتك مع الناس. في البنت دي افترضت كل افتراضات ان المدير ده بيكرهها، فابتدت تتعامل بيكرهني، ففي طاقه من جسمها بتطلع برده فهيبتدي فعلا يكرهها. هو في الاول ما كانش بيكرهها بس هيبتدي يكرهها. طيب في سيناريو تاني، هي الحمد لله عادي مفيش اي حاجه، بس هو ايه مش طايق نفسه، في مشكله عنده وبيتكلم معاها باسلوب وحش، وانا عملت ايه، ده انا مركزه في شغلي وبعمل كل حاجه كويسه، ليه يعني عايز يستقصدني ليه؟ لا هو عنده حديث ذاتي سلبي اصلا مع نفسه. عنده حديث ذاتي مع سلبه فبيطلعه عليها، فده مش معناه ان الموضوع مش شخصي، هو عنده مشكله. فانت لما تبتدي تعرفي ايه ده، الشخص ده اللي بيتكلم معاها بطريقه وحشه، هو لا هو مش قصده حاجه، هو عنده مشكله مع نفسه. فمن الواحد ما يفترضش ان هو عنده مشاكل معاه. طيب تالت حاجه، اصلا انت سمعتي ناس قالوا عن الشخص ده ان هو شخص سيء، برضو بتفترضي يعني برضو افتراضات. طب انت بتحكمي على الشخص ليه، عشان حد قال لك ان هو شخص سيء؟ لا. طيب رابع افتراض بقى، اصلا الشخص ده شفتيه بيتعامل مع شخص تاني بطريقه وحشه، برضو بتفترضي يبقى الشخص ده سيء، برضو انت مش عارفه، برضو ممكن الشخص اللي قدامه ده عمل حاجه ضايقته. الحكم المسبق نوال اعتقد مؤذي في بعض الحكم الحاجة. المسبق، وانا بظن انه الثقه والتصالح مع الذات والايمان بالعالم الاكبر الموجود جواتنا هي اساس يمكن كل العلاقات واساس اسلوب حياتنا. ساره كثير استفدنا وعطتينا هيك طاقه ايجابيه كثير بالاستوديو ونورتينا، شكرا على وجودك معنا اليوم. نحن رح نطلع بريك سريع، شو رايكم؟ يلا يلا. Okay, it's okay.